الراديو 90-90 هواها مصر. افرح والان افرح زي كل اسبوع كده بنحاول نقول لبعض شوية حاجات تخلينا نفرح. محتاجين نفرح والله، يعني احنا نبحث جميعا عن الفرحة. دايما بنحاول نخلي من خلال الفقره دي ان يبقى في حاجات جميله كده بسيطه تخلينا كلنا نبتسم على الاقل. والنهارده بمناسبه ان احنا في شهر عيد الام وفي يوم المراه العالمي والحاجات الحلوه دي، عايزين نفرح من خلال تعاملنا مع كبار السن، سواء الامهات او الاباء او الجد او الجده او اي حد كبير حواليك في عيلتك او حتى في الشارع سنا. يعني الناس الكبار خلي بالك بقى بيستمتعوا جدا لما بيلاقوا حد يسمعهم ويسمع منهم حكاياتهم. فضي نفسك واركن الموبايل على جنب شوية وقعد معاهم، قول لهم احكوا لي بقى النهارده اليوم عامل ازاي، فاكر الموقف الفلاني، يعني زي ما اقول لك كده انكش علشان هم يجيبوا اللي عندهم. هم بيبقوا عايزين بس والله العظيم حد يسمعهم. اي نعم يبقى الرغي جديد شوية، ولكن يا سيدي ما احنا بنسمع رغي بعض كتير، نسمعهم شوية وشوية جمل بقى والله العظيم بجد. طب انت عرفت الكلام ده منين؟ حضرتك عرفت يا تيتا مثلا ولا فندم الكلام ده ازاي؟ واستمع وتفاعل، مش مجرد تبقى طوبة قاعدة بتسمع وما بتديش اي رد فعل، لا بتصد ولا بترد. لازم تدي رد فعل وانت بتسمعهم. تفاعل، ووعد نفسك من دلوقتي ان انت تفضي نفسك مرة كل شوية كده بس تقعد تسمعهم. اتفرج معاهم على حاجة بيحبوها، اتكلم معاهم عن الحاجات اللي بيحبوها، اتكلم معاهم عن الأعمال الفنية اللي كانوا بيحبوها زمان، كانوا بيحبوا يشوفوا مين، ذكريات الجد والجدة، أعمالهم المفضلة ايه. هات حاجة من على يوتيوب من الحاجات اللي هم بيحبوها، دور عليها وفرجهم عليها واسمع بقى منهم الذكريات بقى بتاعت أفلام زمان والسينمات زمان والحاجات الدلع بتاع زمان، واسمع تعليقاتهم وما تتريقش الله يخليك، واسمع كلامهم هيقولوا لك كلام عن لعيبة الكورة والفنانين وخلافه. ومن فضلك ما تحجرش على رأيهم، خصص يوم كل فين وفين كده خروجة، اتمشوا مع بعض، روحوا نادي، روحوا اي مكان، روحوا مصمت، روحوا اي حاجة مع بعض، ولكن يبقى الخروجة على شرف الاب او الام لو هم مسنين، او الجد او الجدة او اي حد من العيلة. كبار السن عموما بيحبوا الاماكن الخضرة، يعني بتخدمش تديهم مدينة ملاهي، يعني تديهم مكان فيه هواء فيه مية، الحاجات دي بيستمتعوا بيها جدا. كمان ممكن لو تيتا موجودة، جدتك او جدتك موجودة ربنا يديها الصحة، تفتكر الاكلة اللي هي بتحبها تاخدها لها هدية في مرة، يا سلام يا سلام يا سلام، وتقولها او مثلا تاخديها انتي مثلا وتقولها ما تيجي نعملها، علميني اعملها ازاي. هتقولي لي ده انا بعملها احسن منها. ماشي، عرفنا يا ستي، عرفنا يا حاجة ان انتي بتعمليها احسن منها، والله العظيم هي بتعملها احسن منك ومني ومن اي حد. اسمعي منها، خديها شاركيها. المسن دايما او كبار السن عايزين يحسوا ان هم مرغوب فيهم وده حقهم. يا ما شالونا ويا ما تعبوا ويا ما ودوا ويا ما راحوا وتحملوا، من حقهم ان احنا نتحملهم، بل بالعكس ان احنا نحسسهم ونأكد لهم، لان ده مش تمثيل، ان هم مهمين، ان هم وجودهم في حياتنا مهم جدا جدا جدا. خديها وادخلي المطبخ وقولي لها طب اديني النصائح والتوجيهات وانا هعك، وقلبي الموضوع بهزار وضحك كده معاها. اي حاجة هو بيعملها جدك او جدتك بتعملها حلو، حاوليت او حاول تتعاملها تتعلمها منه. اسأله كان ايه هوايته زمان، كان بيحب ايه، الحاجة اللي كانت بيشغل بيها وقته. خد رأيهم في مشكلة، يعني حاول تختار مشكلة تقولهم انا محتاج نصيحتكم في الموضوع الفلاني، محتاج مثلا رأيكم في الموضوع ده، انا واقع في مشكلة مثلا. والله العظيم لو بالتأليف او 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 موقف مفتعل هيفرق، ان هو يحس ان سيادتك او سيادتك بتاخدي رأيهم، ده مهم جدا جدا. لو رأيهم ما عجبكش معلش معلش اتحمل، ولكن ما تحطش في بالك ان انت اول ما هتقعد معهم اصلا هم مش فاهميني ومش هيعمل عادي. ايه المشكلة؟ انت قاعد علشان تكسب ثواب اولا وتكسب رضاهم وسعادتهم. تمام، متفقين؟ لازم تحسسهم ان هم خبرتهم في الحياة دي ما راحتش على الفاضي، العمر اللي راح ده كله ما كانش، عشان ما يجيش وقت يقولك ايه انا ضيعت عمري وفي الاخر ما بيسمعوليش كلمة. لا بالعكس، لو انت اب او زي حالتي كده عندك حفيد، لازم الحفيد يعرف قيمة الجد والجدة جدا، وتخيلوا كل شوية يسلم عليهم ويبوس ايدهم وبيحبهم، لان هم فعلا زي ما يقولك اعز الولد ايه، ولد الولد. ولما تسألهم وتستشيرهم في حاجة اشكرهم في الآخر، قول لهم
شكرا، رأيكم فعلا بيفرق، أنا كنت محتاج أسمع الرأي ده، والله العظيم ده هيفرق معهم نفسيا. سيبك من الهدايا وسيبك من كل ده، كبار السن في افرح النهاردة عايزين حد يحسسهم ان هم ليهم قيمة وانه كلامهم مهم وان هم في ناس محتاجة تسمع لرأيهم. افرح وفرح الناس الكبيرة في السن اللي حواليك، واهتم بيهم وبين لهم حبك واهتمامك، ما تتعصبش عليهم وما تزهقش من كتر ما بيعيدوا الكلام. انت كنت بتعيد الكلمة لما تعلمتها كنت بتقولها 900 مرة، اما اتعلمنا نقول امبو كنا بنقول على كل حاجة امبو، عايزين ندخل الحمام نقول امبو، عايزين ناكل نقول امبو، خلاص هم بيعيدوا الكلام. عادي يا عم عادي، اديهم بس شوية من وقتك وافرح وفرحهم يا معلم. النهاردة افرح كانت عن كبار السن اللي فوق راسنا. كل سنة وكل جد وكل جدة بخير، كل اب وكل ام كبار في السن بخير، انتوا الاصل وانتوا السبب في كل خير احنا فيه.